أيضا محمد الكويكبي لاعب نادي الاتفاق يتحدث عن مواجهة الغد اللي راح تجمع الهلال والاتفاق في دوري الأمير محمد بن سلمان. لا بالعكس، يعني احنا مباراتنا نفس اي مباراة، ما في يعني تحديات بين بعض. والله ان الهلال فريق غير عن فريق، بالعكس انت الدوري السنة هذه يعني كلها فرق نفس بعض، يعني وكل مباراة تختلف عن مباراة ثانية، وما في بيننا شيء. بالعكس احنا كل مباراة ان شاء الله ان نحقق 3 نقاط، هذا همنا اي من كان فريق. انت شايف ان اي واحد يرجع من اصابة مستحيل يرجع نفس الريتم حقه. الحمد لله اننا مدرب واللاعبين اعطونا الثقة، وكوكي ما يعني ما كان الحال يعني انه يقدر الحال انه يرجع نفس مستواه الا بتكاتف مجموعة مع بعض. والحمد لله يعني زي ما تقول ان التسجيل هذا كله توفيق من رب العالمين، وان شاء الله ان نستمر على نفس الاداء هذا، وان شاء الله وافضل باذن الله ان شاء الله.